عايزه اروح لتعامل روسيا بالروبل، يعني في تعاملاتها مع الدول المتعامله معها، هل ده معناه ان احنا ايضا يعني بنواجه نظام اقتصادي عالمي جديد ما بقاش بيعتمد فقط على الدولار كعمله رئيسيه؟ النهارده على ارض الواقع في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، في منتجات روسيه، منتجات من الغاز ومن النفط بتباع بالروبل، شركات الطاقه التي تستورد، الشركات الاوروبيه المستورده للطاقه من اغلب الدول الاوروبيه، هي النهاردة بتفتح حسابات في البنك المركزي بالروبل وبتشتري وبتنفذ تعاقدات، لأن الناس لازم تبقى فاهمة أولا درجات الحرارة في أغلب أوروبا مختلفة عن مصر، فبالنسبة لهم الغاز ده شيء أساسي للتدفئة، حياة أو موت، حاجة ما يقدروش إن هم يوجدوا لها بديل، وفكرة إن هم يستوردوا غاز مسال مهما كانت كمية الشحنات اللي هم ممكن ياخدوها مش هتأدي برضو للتدفئة بالدرجة الكافية، غير إن الغاز ده داخل في صناعات مختلفة بالنسبة لهم وهم عندهم تكلفة بديلة يعني. فالانهيارات الاقتصادية اللي هتحصل بسبب هذه العقوبات على روسيا بالنسبة لهم في الغاز هي خسائر ضخمة جدا، هم مش هيقدروا ان هم يتلافوها، فبالتالي ستجد أوروبا أو أغلب الدول الأوروبية المنتجة عليها فرض التعامل مع روسيا وعليها فرض انها يا تدفع بالروبل يا تدفع بالذهب. يعني هو برضو كانوا واضحين، حضرتك مش عايز تيجي تفتح حساب عندنا ادفع من احتياطي الذهب اللي موجود عندك. ده النهاردة نظام مالي عالمي جديد اتفرض على أرض الواقع وبيتم تطبيقه في المدفوعات ما بين روسيا والصين وما بين روسيا والهند وما بينهم هم الثلاثة مع بعض بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن الدولار، وده بيخسر من قيمة الدولار، وده النهاردة واضح بالنسبة لنا في قيمة الروبل قدام الذهب وقيمة الدولار قدام الذهب. لا، الروبل بيتحسن، الروبل من بداية العملية العسكرية ده هيتحسن أكتر يا دكتور، لأن روسيا أعلنت أيضا أن الحبوب هيتم بيعها بالروبل مش بس النفط والطاقة. طيب يبقى أنا النهاردة في أكثر الأيام الأولى للحرب أنا تأكدت من الأحداث اللي بتحصل إن هم مش متفاجئين بالعقوبات، يعني إحنا هنعزلكم عن النظام المالي، لا ده إحنا عندنا نظام كمبيوتر بتاعنا إحنا ومأمنين وشغالين بيه وبنعمل مدفوعات كأن مفيش مشكلة، لا ده إحنا حجزنا على الأرصدة اللي عندك بره، إحنا عاملين حسابنا، أنت أصلا الأرصدة دي من الصعب جدا تحركها، فأنا أصلا مضحي بيها ومش يعني أنا شايف استعدادات روسيا كانت للمعركة بتقول إن يعني في خطة ممتدة. والاستعدادات زي ما بقول لحضرتك بدأت من 2009 المؤتمر الخاص بالبريكس، هم أعلنوا بكل وضوح، ومن اليوم ده والولايات المتحدة الأمريكية بتحارب الصين حرب واضحة جدا، وفرضت على الصين هي كمان عقوبات جمركية، يعني بالرغم من ان كل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بتقول ان احنا مبادئنا حرية التجارة ومبادئنا تذليل العقبات امام التجارة وازالة الحواجز الجمركية، الا ان الولايات المتحدة الامريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب فرضت جمارك باكتر من 10% على مبيعات ب 300 مليار دولار امريكي على الصين، ومنظمة التجارة العالمية ما تدخلتش ومحدش قال انتوا ليه بتحدوا من هذا الانتاج. في كل مكان الصين بتحاول انها تبدأ تفتح فيه مشروعات استثمارية، الولايات المتحدة الامريكية بتتقدم فيه يمكن جيوسياسيا اكتر منها اقتصاديا، ففي حرب اقتصادية موجودة. الحرب دي بقالها 10 سنين، الحرب دي تمت على روسيا لمدة 8 سنين ما شفتش تأثيرات كبيرة جدا، الحرب دي تمت على الصين في خلال آخر 5 سنين برضو بشكل واضح، الكلام على تغيير سلاسل الإمدادات من تقريبا كل مؤتمر جي 7 يعني كل مؤتمر اجتماع للدول السبع الكبرى اللي هي أكبر دول منتجة، اللي أنا برضو مش عارف إزاي الصين مش موجودة فيها، ولكن أهم دول دي كل اجتماع أمريكا بتقول إحنا لازم نغير سلاسل الإمدادات، إحنا لازم نتصدى لفكرة الحزام والطريق، احنا لازم ما يبقوش هم موجودين، ما يبقاش ليهم منتج موجود بهذه القوة. طيب انا النهاردة بفكر ان في 1.4 مليار نسمة عايشين في الصين، انا لما هقفل الاسواق قدامهم، يعني هي السياسة الامريكية تهدف الى غلق الاسواق، الناس دي هتشتغل في ايه؟ يعني انت النهاردة منزعج ليه من هذه المنافسة؟ من المفترض ان في المنافسة العالمية يكون صاحب المنتج الاجود وصاحب السعر الافضل هو المنتصر بدون ما نتدخل عسكريا، يعني بدون ما نفرض على السوق ان انت لا ما تشتريش، هو حاجته كويسه لا بس ما تشتريش من عنده، ليه اصلا ما بيسمعش الكلام؟ يعني هذه الفكره وهذه الاداره بمعيارين ان احنا نسمح لبعض الاماكن بانها تستقل، تايوان تستقل، من حق تايوان تستقل، انما برشلونه مش من حقها تستقل، انما هذه المقاطعات الاوكرانيه مش من حقها انها تستقل، طب هذا الانتقاء ايه المعيار فيه؟
يعني المعيار فيه هو فرض السيادة، هو فقط إثبات طول الوقت من خلال المعارك الجانبية أن أنا الأقوى وأن أنا لازلت الأقوى. طول ما أنا بثبت أن أنا الأقوى ده معناه أن أنا قادر أبيع الأسلحة بتاعتي، فده معناه أن أنا قادر أحافظ على التطور. يعني لو ما فيش حرب الستوك اللي أنتجته المصانع بتاعت الأسلحة بتاعتي هيتركن. طب أنا هنتج إزاي؟ هيصرف على البحث العلمي في التسليح إزاي؟ وهنتج موديلات جديدة من هذه الأسلحة إزاي؟ فأنا لازم يكون في طول الوقت في منازعات. فإذا كانت هذه السياسة الإمبريالية تهدف، فهي تهدف إلى هد الاستقرار وزعزعة الأمن والأمان في دول العالم مقابل حفنة من الشركات المتعددة الجنسيات، هي اللي بتدير هذا الاقتصاد الغربي، هي اللي بتهدف إلى تحقيق الربح. لو كلامي ده بيثبته شيء، إحنا من أيام قليلة قدامنا أن دول العالم التي لا تملك المال لم تتلقى اللقاح. لقد ترك العالم الدول الفقيرة بدون الحصول على لقاح لوباء كورونا لعدم قدرتها على الدفع. فإذا لما تقول لي النهاردة إن أنا بدافع عن أوكرانيا بهدف الدفاع عن الإنسانية، أنا مش مصدقك، لأن أنا على مدى سنتين كنت بطالب منظمة الصحة العالمية إنها تكلم شركات الدواء تسمح بتصنيع هذا اللقاح محليا في دول العالم عشان نقدر نلقح العالم، عشان نقدر نعيد الإنتاج سريعا عشان ما تحصلش الأزمة اللي احنا فيها. ولكن هذه الميكافيلية اللي اتبعت من هذا العالم الغربي في إنتاجهم للقاح ورفضهم إن هم يعمموا تصنيعه ومحافظتهم على حقوق الملكية الفكرية بهذا الشكل، بيقول لي إن الإنسانية مش هي الهدف ولكن الثروة هي الهدف. الآلة العسكرية عشان تتحرك هذه لها تكلفة، فلازم يكون في نتائج اقتصادية من هذه الحرب، لازم يكون في مكاسب اقتصادية. وهو ده النهاردة الهدف الحقيقي من هذا الصراع الموجود على الأرض الأوكرانية، اللي تاني أنا بعبر عن أسفي إنسانيا للأوضاع اللي موجودة في أوكرانيا.